مرحبا بكم في قناة دي دو سومودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سومودي. هذا النهار ان شاء الله غنقدم لكم واحد الحلقة ديال معلومات هامة حول إبرة تحصين الأرانب ضد التسمم الدموي. كما كتعرفوا شهر 3 ضروري، راكم عارفين الامراض اللي راني سبقت هضرت عليها اللي كتجي في يعني على طول السنه، على مدار السنه كاين شهر 3 شهر 6 شهر 9. دابا نهضروا على هاد الليبرا، السميه ديالها معلومات على هاد الليبرا. اولا هاد الليبرا كتعطى مره في السنه. واخا الناس اللي غادي يقولوا لي شرينا شي ارانب وبغينا نحصنوهم ماشي مشكل، هذه نقطة فايتة. يعني واخا يكون مولاهم في دير لهم تحصين، معليش دير لهم تحصين ديالهم. ثاني حاجة الشهور اللي كتكون فيها 3 6 9، هذا الشهور كتكون فيها المشكل. واحد هذه نقطة. كاينه نقطة أخرى، أن هاد التحصين ماشي ضروري انه تا يكون المرض، عاد باش نوضح هنايا نجريو ونديروا لها نديروا لهم ليبرا ونقولوا غادي يبرى. لا، ليبرا عند المفعول ديالها كيخدم فوقاش في 15 يوم الاولى، 15 يوم الاولى ما كيخدمش المفعول ديالها. يعني الى يعني فكرتوا بذكاء ان ماشي غادي يجي المرض وندقوا ليبرا وغادي نقولوا غادي يبرا ولا ما غاديش يبرا. علاش؟ لان المفعول باقي ما خدمش، يعني هذيك الليبرا غير ضربناها، يعني مشاو لنا الارانب ومشات لنا الفلوس. لا، خاص ليبرا هي كتحصين ماشي دواء، ماشي علاج، ماشي حتى كيمرض عاد باش كنديروا له الدواء. لا، خاص ضروري ان ليبرا دار قبل باش منين يوصل المشكل، يعني التسمم الدموي، منين يبقاو الناس يموتوا لهم تكون نتايا سلكتي. هذه نقطه. الناس اللي غادي يقولوا لي واخا فوقاش اللاج اللي نقدروا نضربوه فيه ليبرا، واش تعطى الحوامل، واش تعطى الناس اللي يلاه ولدوا لهم؟ هاد الليبرا كتعطى لجميع الاعمار الا واحد بعد الفيطام. بعد الفيطام ما كتعطالهمش، وسبحان الله ما كيمرضوش بعد الفيطام، ما كيجيهمش تسمم دموي. يعني شنو هي؟ كتبدا من عمر شهرين، منين يكون عندهم شهرين ضروري انكم تحصنوهم اذا كان قريب المرض. اما اذا ما كانش قريب المرض، يعني 3 6 9، ممكن انكم تخليهم حتى الشهر الثالث، يعني 3 شهور. ولكن الى فاتوا 3 شهور كيولي خطر عليهم التسمم الدموي، يعني ضروري انكم في ذاك الشهر هو اللي تلعبوا فيه. يا اما الى كان التسمم الدموي قريب، الى كان التسمم الدموي قريب غادي تحصنوهم باش 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 يتجاوزوا هذيك المرحله ديال اما شهر 3 اما شهر 6 اما شهر 9. ولكن بعيد ماشي مشكل، ولكن ما تخليهمش يفوتوا 3 شهور. 3 شهور صافي كيولي خطر عليهم. كاينه قضيه ان الناس اللي عندهم شي انثى يلاه ولدت، ممكن انكم وقريب، يعني قريب لها اللادات ديالها تسالي، او قريب 3 6 9، ماشي مشكل، ممكن انكم ديروا لهم التحصين وما تخافوا عليهم والو. اللي يكونوا عاد عشار كذلك، ما دابا كنهضروا على اللي كترضع، اللي كترضع ما غادي ما يطرى لها والو ان شاء الله. كذلك اللي عشار حتى هي ممكن انكم تضربوا لها هذيك الليبرا وما تخافوش منها. الناس اللي غادي يسولوني على يعني السميه ديالها، هي في الحقيقه كاينين بزاف السميات، ولكن اللي متداوله وفعاله يعني والناس مجربينها ورخيصه في الثمن شي شويه، وهي كدير 85 درهم ل 10 ديال 10 ديال 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 الافراد بالغين، يعني ماشي
يعني اللي يكونوا عاد صغار لي صغار. المهم على الذكر بعدا لا دوز اللي غادي تعطيو مين يكونوا عندهم 3 شهور فما فوق، يعني اناث او ذكور او حوامل او لوالدين ولا كدير لهم سنتيم. ولكن هذوك العمر ديال الشهرين يعني بعد الفطام وزادوا واحد الشهر اخر يعني شهرين كديروا لهم نصف الكميه، يعني نصف سنتيم ماشي سنتيم، يعني بزاف عليهم سنتيم بزاف عليهم، كدير لهم غير نصف سنتيم، يعني في عمر شهرين كدير لهم نصف سنتيم، ولكن فما 3 شهور فما فوق كدير لهم سنتيم واحد. القضيه ديال السميات هي السميات متعدده، ولكن اللي معروفه هي كوني بخافاك، يعني دونوها كوني بخافاك. يعني هاد كوني بخافاك راه تقريبا كاينه في المغرب كامل، يعني في جميع المناطق. حنا في المنطقه الشرقيه هنايا كاينين متعدده الاسماء، ولكن هاد كوني بخافاك كيستعملوها بزاف، ويعني انا تقريبا خدام غير بها، ما كنبدلهاش. الناس اللي غادي يقولوا لي وحنا عندنا غير جوج حبات ولا ثلاثه حبات وبغينا الدواء، ولكن هي غاليه حنا غادي نشريوها غادي نضيعوا فيها، كاين حل. يا اما تشريو يعني يكونوا نتوما جيران ولا هم وتشركوا في وحده، كاين الناس اللي كيديروا هذه الطريقه. وكاين طريقه اخرى اللي هي كاين واحد الناس اللي كيبيعوا هاد الدواء بالديتاي. كاين واحد الفرماسيان هنايا، يعني الناس اللي ساكنين في قرسيف مثلا، واحد البلاد سميتو قرسيف، صيدليه هواره كنتعامل معاه الله يعمرها سلعه، كي يبيع الدواء ديال كوني بخافا كيبيعوا بالديتاي، يعني ممكن انك تدي عليه سنتيم واحد كيبيعوا ب 9 دراهم بالنسبه للفرد كبير، وتعطيه واحد 9 دراهم لمده سنه مزيانه. يعني تقلبوا على شي واحد اللي كيبيع بالديتاي، راه كاين الناس اللي كيبيعوا هذا الدواء ديال التسمم الدموي بالديتاي. التسميه باش نعاودها لكم كوني بخافاك هذه، يعني كنظن ان غادي يريحكم هذا الدواء، لان كي بصح هو جد فعال. بالنسبه للتخزين، يعني شي واحد قال لي على حسب التخزين، ما تحطوش في الثلج، ما تحطوش في السخونيه، حطوه في الباب ديال الثلاجه. الثلاجه كتفتحوا لها الباب، كيكون الباب ما وصلوش البرد بزاف، يعني ما تحطوهاش في الثلج وما تحطوهاش في السخونيه، هي كتبغي جو 6 درجه ولا 8 درجه كاع، على الاكثر 8 درجه، يعني تحطوها في الباب ديال الثلاجه. يعني هذه هي الطريقه ديال التخزين ديالها. اذا الحلقه ديالنا راه سالات، كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم، مرحبا بكم. الناس مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر الجيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.